تيم، صباح الخيرات، كيفكم؟ ريفيو اليوم حيكون عن انشفري جوجو فولكانيك برو كليننج فوم. خلوني اوريكم الاول المنتج، وطبعا خلطان يعني باقي منه حاجة صغيرة. هو بيجي كده ومش بيكون في علبة. هو حجمه 150 ملي. هون مكتوب انه 12 شهر من تاريخ الفتح، وهون بيكون مكتوب تاريخ الصلاحية، مكتوب هنا كاتجي 7/1/2021. بتكون تطلعوا على هاي الاشياء كتير منيح لما تيجوا تشتروا اي منتج، او لو هتشتروها اونلاين بتكون تسألوا بالاول على تاريخ الصلاحية. هيدا اشي كتير مهم، لان بالغالب هيدا راح يقعد معكم فترة، يعني تقريبا 6 شهور او هيك شي. هيدا بيكون من جوا، لما تفتحوه بيكون فيه غلاف فضي هون، بتشيلوها وبعد كده بترجعوا تقفلوا الغطاء وفيكم تستخدموا. وظيفة الغسول هيدا انه بينقي المسام المسدودة بعمق ويزيل الدهون والزيوت اللي بالبشرة. الميزة اللي بتميز هيدا الغسول انه خالي من السلفات. هيدا اشي كتير 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 مهم. اغلب الغسولات للأسف الشديد الموجودة بالأسواق والصيدليات كلها بتحتوي على السلفات او مشتق من مشتقاته. تقريبا كل الغسولات اللي جربتها الفرنسي فيها سلفات، بايودرما، فيتشي، لاروش، اس بي ار، الغالبية العظمى كله بيحط سلفات. فكنت عم فتش على غسول يكون كتير منيح في نفس الوقت يكون خالي من مادة السلفات، فجبت طلعت نسفري. خليني احكيكم بالاول وقلكم ان انسفري عندها مجموعه فولكانيك. مجموعه فولكانيك هيدي بتعتمد في مكوناتها على مكون طبيعي بيتكون لما بتتصلب الحمم البركانيه من ثوران البركان، وبتحتوي الماده دي او المكون الطبيعي دوت على ضعف العناصر الغذائيه. الغسول بيحتوي على مكون فولكانيك شيكوريا، وهي تعتبر المكون الاساسي والفعال في هذا الغسول، وهي عبارة عن مادة قلوية بمستوى الاس الهيدروجيني الممثل لجسم الانسان، اللي بيكون غالبا البي اتش في جسمنا يعني ما بين 5 و6. والمكون دوت خالي من الشوائب. كمان هقول لكم من ضمن المكونات اللي في الغسول، في كمان جليسرين، في مستخلصات الشاي الاخضر، مستخلصات المامبو، في كمان مشتقات قشور اليوسفي، مستخلصات الزهور، في مستخلصات الكمثرى، المياه المعدنية المستخلصة من الصخور البركانية في جزيرة جوجو. خلوني كمان اقلكم انه من ضمن الاشي اللي كتير بحبه في شركة انسفيري ان هي بتمتاز ان المنتجات اللي عندها كلها خالية من 5 مواد. خالية 1 من البارابن ومشتقاته، خالية من الالوان الصناعية، خالية من الزيوت المعدنية، خالية كمان من المكونات اللي نشأت من الحيوان، وخالية من مادة اليوريا، وهذا اشي كتير مهم. بس هيدا لا يمنع اني انا كمان بحب اشيك على المكونات تكون مكتوبة ورا، وبحب اشوف اختبار الـ EWG تبع المنتج حتى اطمن انه كل عنصر او كل مكون من مكونات الغسول امن في المعدل الامن. خلوني بالاول، انا طبعا صحيت ما غسلت وشي، حتى افرجيكم انه في هون هيك في نسبة زيوت. ما بعرف اذا رح تبين بالكاميرا ولا لا، في نسبة زيوت طلع على هيك. هاي ايديا بدون اشي، اوكي؟ كيف صارت عم تلمع؟ ما بعرف اذا مبين الزيوت اللي طلع على صوابي ولا لا. اوكي، هلا غسل بشرتي بهيدا الغسول، بركة لكم بعد ما غسل وشي ونشوف كيف صار وشي والزيوت اللي فيه وكيف كان تنظيفه. بدي اقول شغلة، هيدا لما نيجي نستخدمه حنبل ايدينا شوية، وانا بحب ابل بشرتي يعني هيك على خفيف، بل بشرتي على خفيف وبل ايدي على خفيف، وبعدين باخد كمية من الغسول وبعمل مساج فيها على ايدي او هيك حتى اطلع ربو، وبعدين ببدأ اوزعها على بشرتي في حركات دائرية، وبعدين بشطفه بالمياء الفترة. فهلا رح اجرب الغسول وبرجع بكم رايي. هلا انا رجعت الحجاب لورا حتى اقدر افرجيكم او انا عم احط الغسول. هلا
لا راح بالايدي الاول شوي. راح ناخذ كمية كبيرة بس هيك، راح افرجيكم القوام تبعه هيك. بيكون قوام كريم، بيكون هون في حبيبات شايفينها هون هون. هاي الحبيبات اللي فيه هادي جابت زيادة الطن. المهم رح نعمل مساج. هيكو كيف صار، عم يزيد عم يزيد الرغوة طبعا. هلا رح نشطف وشنا مية فترة. اوكي هلا بعد ما شطفت على وشي هلا بدنا نشفه. عن جد حاسه بانتعاش مو طبيعي، حاسه بشرتي كتير صارت نظيفه. ما بعرف اذا رح يبين عليكم ولا لا، بس رح احاول اخد لكم شوية سكرين لايكو. ما في شيء لكم، الغسول كتير 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 حلو، انا حبيته، حسيته نظف بشرتي بعمق وشال كل الزيوت والدهون اللي بالبشرة. ما حسسته جفف لي بشرتي، بالعكس حاسه بشرتي صارت انظف و عم تتنفس مثل ما بيقولوا. بدي اقول انه هيدا الغسول الشركة ما كاتبه هو مناسب لاي بشرة. في الريفيوهات اللي شفتها شفت انه في ناس بشرتها كانت جافة واستخدموه وشكروا فيه، فممكن كمان اصحاب البشرة الجافة يجربوه. اذا خايفين ممكن يجيبوا التستر الصغير يجربوه بالاول وبعدين يجيبوا الحجم الكبير. بدي اقول لكم هيدا رح يقعد معكم فترة كتير منيحة. فهيدا الغسول كتير حلو، من الغسولات اللي انا كتير بحبها، وخصوصا فصل الصيف انا بحب كتير استخدمه من فصل الصيف، لانه انا بشرتي بالصيف تقلب على دهنية. انا بشرتي مختلطة بس بالصيف تقلب على دهنية، فبكون محتاجة شي هيك ينظف البشرة بعمق ويشيل كل الزيوت والدهون. يعني انه اذا نمت وصحيت تاني يوم بلاقي فيه زيوت ودهون على البشرة، هيدا شي طبيعي. انصحكم بهيدا الغسول. عندي اي مشكلة بالمنتج غير مشكلة واحدة بس، بتمنى السبراي يشوفوا حدا لاي مشكلة، ان اوقات الغطا ما بيسكر منيح. اوكي الغطا ما بيسكر منيح، وبعدين بدك هيك تضلك تضغطي كتير جامد حتى تقدري تطلعي، لو فاضل حبة صغيرين تقدري هيك تضغطي كتير جامد حتى تقدري تطلعي جزء من الغسول، لانه هو كريمي مثل فرجيتكم. هلا لما كنت مسافرة كنت خايفة انه يبهدل لي التياب وهيك، فاضطريت احط شقفة بلاستيك هون سكر ورجعت لفيته كمان بلاستيك حتى اطمن انه ما راح يسرب شيء. منتج كتير حلو بنصحكم فيه. بتمنى يكون الريفيو عجبكم، واذا عجبكم واستفدتم من الفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك، لايكاتكم بتسعدني اكيد وبتحفزني اني اعمل لكم كمان ريفيوهات عن باقي المنتجات اللي انا استخدمتها، وبتعرفني ان في حدا عم يتابعني وفي حدا عم يستفيد وفي حدا مهم. وتفعلوا تنتن الجرس حتى يصل لكم اشعار بالفيديو الجديد اللي راح نزلكم اياه. اشوفكم على خير، اتمنى لكم يوم سعيد. باي باي. نعم نعم.